الراديو 90 90، هواها مصر. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين، وجمالك في ايد امينه. فكركم بطرق التواصل، اي تليفون 2 18 10 8 66، اسمس على 199، وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. هبدأ بفكرة مفيش مرة زي التانية، والنهاردة نتكلم على المشاكل اللي ممكن تصيب بشرتنا فصل الصيف وازاي نتجنبها. 4 مشاكل بتتكرر جدا فصل الصيف، وانا حبيت اقول الموضوع قبل ما اخد الاسماس بتاعتكم من على الفيسبوك، علشان كل الاسئلة او في اسئلة كتيرة متكررة على فعل ان حصل لكم المشاكل دي. في 4 مشاكل دايما بتظهر في الصيف، بتزيد في الصيف، هنمسكها واحدة واحدة وهنقول سببها ايه وحلها ايه. اول حاجة خالص، زيادة الحبوب في البشرة، خصوصا للناس اللي عندها حبوب. ليه بتزيد فصل الصيف؟ العرق مع الزيوت مع تراكم البكتيريا بتسد مسام البشرة، فبالتالي الحبوب بتزيد. طيب لازم اعمل ايه؟ اوكي، لازم دايما لما بنشف العرق بتاعي انشفه بطبطبة وبفوطة او منديل نظيف، لكن كون ان انا امسح عرقي بايدي وايدي اصلا مش نظيفة، ده بيزود الموضوع ده، ومش بس كده، ممكن يعمل التهابات وحساسية فوق الحبوب. دايما برضو اراعي الهدوم بتاعتي، يعني مثلا انا جاي البس حاجة بحينك بعديها من وشي مش نظيفة هتأثر، كاب لابسه قريب من القورة، طرحة للمحجبات، كل الحاجات دي لازم تبقى نظيفة جدا. الفوطة طبعا اللي بمسح بيها وشي وبغسل بيها وشي، فالحاجات دي مهمة جدا. الحاجات دي غصب عنكو هتقوم مزودة الموضوع. ولازم دايما دايما أبقى عندي منتجات غسول خالي من الدهون عشان لا يسد لي المسام، وعشان فعلا ينظف لي البشرة بعمق ويموت لي أي بكتيريا في البشرة. ده السبب، وكتير انتوا بعتين لي على الفيسبوك سبب حبوب في فصل الصيف. اوكي، هو ده السبب، انتوا بتكونوا كويسين جدا وممكن بتاخدوا معالجات ومواظبين، ومثلا الصيف دخل علينا حسيتوا ان الحبوب زادت، مع ان انتوا بتعملوا كل حاجه صح. هي دي بقى الاخطاء ان انتوا ممكن تكونوا بتقعوا فيها. اوكي، فرعوها بالذات في فصل الصيف. مشكله تانية من اللي برضو بتعانوا منها في فصل الصيف، بشره جافه وملتهبه. هتقولوا لي في الصيف في الجو الرطوبة ده؟ لان الجلد بينشف في فصل الصيف، لما بينشف بيلتهب. اوكي، وعلى طول بقى الى جانب الالتهابات طبعا ممكن يغمق كمان. الاسباب ايه هتقولولي؟ معقولة في الصيف؟ الشمس، البحر، المية، الحمامات السباحة، التكييفات اللي احنا قاعدين فيها، كل ده ممكن يجفف البشر فبالتالي هتلتهب. ودي ناس كتيرة بيحصل لها الموضوع ده، وتقول ازاي بشرتي ما بتاخدوش في بالكو، او ما بتفكروش ان البشرة ممكن تجف، لكن هي فعلا ممكن تجف ويحصل مشاكل والتهابات، والتهابات جامدة كمان، والتهابات دي يا جماعة بتغمق كمان البشرة. نعمل ايه؟ ان احنا على طول ناخد دش بعد البحر والبول، حتى لو احنا قاعدين عليه، يعني لو طلعنا ناخد دش وبعد كده نرجع ممكن نقعد تحت الشمسية whatever، لما نروح البيت بقى دش على طول. ولازم دايما ارجوكم اللي عندهم التندنسي للجلد الحساس ده اللي هو بيجف على طول، لان جلد جاف هيقلب للالتهابات وممكن تخشوا برضو في حساسيه. الشاور جل اللي بتغسلوا بيه جسمكم لازم ما يكونش فيه بيرفيوم ولا يكون فيه كيميكلز، والا الموضوع هيزيد وتطلعوا من الدش. في ناس تطلع من الدش بتهرش، ده نتيجه جفاف وكتير وهيجننوا. لازم نشف نفسنا كويس جدا، لان عدم التنشيف هيعمل جفاف. ولازم نرطب زي ما بقول لكم، ترطيب هيمنع مشاكل كتيره جدا. واكيد ما ننساش ان احنا نحط الواقي من الشمس. لو عملنا المواضيع دي هنتجنب خالص ان بشرتنا تجف وتلتهب في الصيف. طيب حاجه تانية بتحصل، حساسيه قويه من الحراره. في ناس بتقعد في الحراره بجلدها كله بيبقى حساس، ودي بتحصل لناس كتير. ده بيجي نتيجة ايه؟ نتيجة العرق. العرق بيسد المسام، بيتراكم تحت الجلد. اوكي، وبيظهر لكم كده زي حبوب صغيرة، حبوب كده صغيرة، ممكن لونها بيبقى محمر او ممكن كمان ما يبقاش ليها لون. ده بيبقى من العرق، مسام بلوكت سده
ويبدا يحصل الحساسيه دي، وعلى فكره بتهرش وبتضايقكم جامد جدا. طبعا نعمل ايه؟ نحاول نقلل العرق ازاي، لان هو سببه العرق. نقعد في اماكن بارده، ملابس طبعا تبقى دايما خفيفة فاتحة، أقطان ما تبقاش ضيقة. حتى لو بتلعبوا رياضة تلعبوها في التكييف، يعني أرجوكوا اللي عندهم المشكلة دي ما يجازفوش وينزلوا الساعة 12 أو حتى 4 و5، الدنيا بتبقى لسه سخنة كده، وتلعبوا رياضة أوبن دورز هتتبهدلكم. أوكي؟ وطبعا نحاول على قد ما نقدر مروحة، نقعد في مروحة، تكييف لو مفيش إمكانية، حاجات بس يعني أماكن كول يعني ساقعة. أوكي؟ ونشرب مية على قد ما نقدر. آخر مشكلة بتحصل متكررة جدا في الصيف، الحساسية من الشمس. الحساسية من الشمس بتكون يا طبيعة جلدك كده، يا بتكون أدوية معينة أنتوا أخدتوها سببت لكم الحساسية دي. دي بقى بتكون محمرة بارزة، بتهرش جامد جدا، وفيها قشور، وممكن تيجي في كل أي منطقة في الجسم. حلها ده إن إحنا طبعا لازم نشوف لو إحنا بناخد أدوية معينة، وطبعا اللي طبيعتهم مش بيحصلهم كده في الشمس وابتدوا ياخدوا الدواء وحصل لهم كده، لازم على طول تنتبهوا، لأن في ناس ما بتنتبهش. ده دواء، بتقولي ده دواء معقول هيعمل لي كده؟ آه. فأول حاجة نشوف الأدوية اللي بناخدها. حماية أكيد، أي حاجة تحطيها على بشرتك لازم يبقى فيها SPF. نقعد في أماكن ظل على قد ما نقدر، يعني بلاش نتعرض للشمس، ولو هنتعرض للشمس نحاول يكون قبل 12 أو بعد 4، لأن برضو الحساسية دي بتوجع جدا جدا. والفكرة أن برضو عايز أقول لكم أي معلومة يا جماعة، الحساسية دي أي نوع من الحساسية في الجلد بتهرشي، لما بتهرشي بزيادة عن اللزوم بتبدأ تعوري، لما بتعوري الجلد بيبدأ يبقى. طبعا يا جماعة دي كلها حاجات وقاية، لكن لو طبعا أي حاجة من الحاجات دي زادت زيادة عن اللزوم أكيد لازم نتجه لدكاترة وناخد معالجات. بس أنا بقول لكم الحاجات في البداية بتبقى سهلة جدا، ولو من البداية خالص إحنا عارفين أنا عندي حساسية من الشمس أو من الحرارة أو whatever، إحنا نتجنبها بيكون أفضل وأفضل. أنا متهيألي جاوبت على أسئلة كتيرة جدا جات على الفيسبوك، بس أكيد اللينك جاي هجاوب على بقية الأسئلة. إيه رأيكم نسمع أغنية ولسه مكملين؟ وجمالي في إيد أمين.